بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كيفكم أخواننا؟ إن شاء الله بخير، الله يبارك فيكم. إخواني الكرام، اليوم سأتكلم في هذا البحث باب الحيض والنفاس والاستحاضة، يعني أنواع الدماء بشكل عام. إخواني الكرام، هذا البحث من البحوث الميتة عندنا، سبحان الله. قال هنا المؤلف: باب الحيض والنفاس والاستحاضة، أنواع الدماء. قال: يخرج من الفرج ثلاثة دماء. شو هنين؟ هنن الحيض والنفاس والاستحاضة. إخواني الكرام، أحيانا يعني سبحان الله الفتاة تبلغ وترى دما، ولكن لا تعرف ما هذا الدم، هل هو استحاضة، هل هو حيض. أحيانا النساء عندما تطهر وعندما تأتيها العادة الشهرية لا تميز بين الحيض وتميز بين الاستحاضة. فكيف نحن ندرس هذا الموضوع؟ يجب هذا الموضوع أن يكون يعني لازم مثل ما بيقولوا أنه إخواني بده تركيز عميق جدا حتى نحسن نحن نخرج في عبادة طاهرة وعبادة نقية بإذن الله. قال هنا الحيض، شو تعريف الحيض؟ فالحيض تعريفه دم ينفضه رحم بالغة. شو يعني ينفضه؟ يعني يدفعه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن اليأس. طيب نشرحها واحدة واحدة معنا إخواني. هنا قال بالغة، أي متى سن البلوغ عند الفتاة؟ يأتي عندها في التاسعة، ممكن في هذه الأيام يعني والأجواء التي نحن نعيش بها، يعني يأتي في التاسعة في العاشرة، فهنا تكون قد بلغت ورأت الدم، فممكن هذا الدم يكون استحاضة، ممكن يكون حيض. فلا داء بها، يعني ليس بها مرض، لأنه إذا لم ترى هذا الدم فمعناته يوجد مشكلة إخواني الكرام. ولم تبلغ سن اليأس، متى سن اليأس؟ أن سن اليأس يعني في 55 سنة. قال مدته، شو هو الحيض؟ ليش مدته؟ قال أقل الحيض 3 أيام، وأوسطه 5، وأكثره 10. هذا قول الإمام أبو حنيفة، أما عند السادة الشافعية فأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. الآن ننتقل إلى النفاس. طبعا نحن لأ نعطيكم إخواني صور سريعة جدا بالنسبة لموضوع الحيض والنفاس، ولكن إذا تعمقنا في هذا البحث فبحث طويل جدا ومسائل غريبة عجيبة، ويوجد يعني من مسائل سبحان الله من نحكم عليها في ظهور الدم واختفائه وثم ظهوره، فتكون مستحاضة ثم تحيض ثم ترجع مستحاضة. فهذا الأمر إخوان الكرام يوجد فيه تفصيل، ونقول للأخوات التي يدرسنا التفسير والحديث وإلى ما ذلك من الدروس أن تهتم في هذا البحث جدا، وأن تتعلم هذا البحث لحتى تحسن أنه تفيد النساء من حولها والنساء يعرفنا هذا البحث. قال هنا النفاس، والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة عند خروج الولد من فوق، يأتي إلى أين؟ إلى صدره، تكون حيض ثم يظهر النفاس، وإذا ظهر في العكس إلى سرته. ومدته 40 يوما ولا حد لأقله، يعني ما عنده له حد من أقله، خلاص متى ما ولدت المرأة بلش النفاس عند منها، وأكثره 40 يوما، وعند السادة الشافعية 60 يوما. يجب يعني على كل امرأة وكل فتاة أن يكون عندها دفتر، هذا الدفتر تسجل فيه متى ولدت ومتى طهرت والعادة الشهرية متى أتتها ومتى انتهت، فيجب عليها التسجيل، فبدون تسجيل بتضيع إخواني الكرام. فإذا سجلت هذا حتى يعني ممكن إذا طهرت مثلا ظهرا أن مباشرة أن تستحم وأن تصلي، فأحيانا في تهاون كثير بالنسبة لموضوع الصلاة، تقول مثلا الظهر خلاص أنا هلأ بعدين نتحمم، هلأ عم بطبخ، هلأ عم كذا، عم بجلي، هلأ ما بعرف شو عم ساوي، مهم، فبتضل عم تمط القصة لحتى آخر شيء تروح عليها فروض من فروضة الصلاة. ونعرف هنا الاستحاضة، الاستحاضة ماذا قال هنا؟ هو دم نقص عن 3 أيام،
دم نقص عن 3 أيام أو زاد على 10 وعلى 40 في النفاس. بس تصير في 40 بعد ما أشوف بال40 بصير هذا استحاضة داومت، فهذا بصير استحاضة فبتغتسل وبتصلي ولو كان يقطر الدم منها. طيب مدة الطهر، مدة الطهر إخواني الكرام أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما. 15 يوم هو المدة الفاصلة بين الحيضتين تكون هي طاهرة فيه، ولا حد لأكثره، ما في حد لأكثره، إلا لمن بلغت مستحاضة. يقدر حيضها بعشرة أيام وطهرها بخمسة عشر يوما ونفاسها بأربعين يوما. ويوجد في بعض الكتب وهو القول المفتى به بأن يكون حيضها 10 أيام وطهرها بعشرين يوما، يعني 10 بـ20 10 بـ20 هكذا. حكم ما بلغ مستحاضة أن يقدر حيضها بعشرة أيام من أول ما رأت الدم، سواء كانت رؤيتها الدم في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره، وتترك الصلاة والصوم من أول رؤية الدم. ويقدر نفاسها إذا ولدت وهي على حالة نزول الدم بأربعين يوما. وفائدة هذا التقدير أننا نحكم لها بسقوط أداء الصوم عنها مدة 10 أيام، مدة 10 أيام نحكمها بسقوط الصوم عنها، ثم بوجوبه عليها مدة 15 يوما، وعليها إعادة صوم الأيام التي اعتبرت فيها طهارة. يعني بتصوم الأيام اللي هي راحت عليها، أما الصلاة ما بتقضيها قولا واحدا، يعني إجماع كامل بأن الصلاة لا تقضى ولكن الصيام يقضى. ننتقل الآن إلى ما يحرم بالحيض والنفاس. عندنا هلا ما يحرم بالحيض والنفاس. يحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. شو هن؟ الصلاة والصوم، توقف عن الصلاة بتوقف عن الصوم، وقراءة آية من القرآن. هون في تفصيل له بالنسبة لموضوع قراءة آية من القرآن الكريم. فالحائض لا تقرأ القرآن إلا إذا كان على سبيل الذكر. الآية مثلا الكريمة تقول مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا ذكر. أو مثلا تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما إذا كانت مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم فهذه تلاوة. ومسها إلا بغلاف، بتجيب بشكير أو بتجيب خرقة نظيفة أو أي شيء عازل عن المصحف، تمسك المصحف وتأخذه إلى مكان يعني عالي ومخبأ من بين أيدي الأطفال فتضعه هناك. مثلا إذا كان بدها تحط أي شيء ترتب الخزانة تضبط أي شيء، فبتأخذ المصحف بتروح بتحطه وين؟ في مكان محفوظ يعني لا حتى لا تتناوله الأيدي إلا للقراءة. ودخول مسجد، تدخل المسجد. طبعا دخول المسجد إخواني الكرام لا تدخل الحائض المسجد إلا إذا كان في عبور، إذا مثلا تطلع من الباب للباب، لكن ليس في المسجد، في حرم المسجد ما في مشكلة، تذهب مسرعة، لأنه لا يجوز دخول الحائض إلى المسجد. والطواف والجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة، ما بصير نهائيا الزوج يستمتع بزوجته إلا حتى تطهر. وإذا فعل ذلك عامدا متعمدا فعليه إخراج دينار صدقة أو نصف دينار، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة لا رجعة فيها، لأن ذلك أمر منهي من الله سبحانه وتعالى بأن لا نطأ النساء في وقت الحيض. وإلى هذا القدر الكفاية. بارك الله فيكم. لا تنسوا إخواني الكرام الاشتراك، ونكمل معكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا عن نومة الغافلين وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين لا مغيرين ولا مبدلين، والحمد لله رب العالمين.